سيدي، علاقتنا بالمجامع المائية دي علاقة متوترة والله غالب، حكم القوي على الضعيف ومهيمنين علينا من عهد النظام السابق، فهمتني؟ وياكلوا فينا عيش وريش، وفهمتني؟ وتو عنا شهر ما خلصناش، وقلت استغفر الله، قصين علينا الماء ويبعثوا لنا الفاتورة نتاع الماء كاملة فيها العام كامل ونخلصوها، تمشي للكاسة ما تلقاش حق الشهر اللي الموتوبوم بتاع البير، فهمتني؟ قاصة الشهر رضا، المفروض تمشي للكاسة تلقى فلوس فاضلة، فهمتني؟ تاع الشهر رضا ما خدمش فيه الموتوبوم، تمشي للكاسة تلقاها فارغة، الله أعلم. وين مشت الفلوس ربي نوب، الله أعلم. في العهد النظام السابق كانوا يتعاو صندوق 26 ها وكذا ها وكذا، وتو قبلها عاذرينهم والناس كلها راسها تحت السيف، وتو لمن هنا هي الفلوس تمشي، هذيك المشكلة. أشرب ولا طير قرنك، كان غرضك هات الفلوس، الكل ما ثمش برا حظك حظ العطش، فهمتني؟ عندنا مشاكل عويصة ياسر، وشكينا وجيرينا وشي، رئيس الدولة جا لهنا ما فادناش، جا ندرا وشي مشينا ما شي، نفع ربي. من ناحية الجر كل تعب، من ناحية المياه الأبيار كل طايح، والخماسة كل تعب، ولا حتى الملاك راهم تعبين، وكل من خلاص الماء والديون راكبة عليهم الكل موجودة، وحنا يا شركة كلنا تعبين. مسكبة توا نتاع فلاحة ما تلقاه، مسكبة توا دور جر توزر ما تلقاش فيه مسكبة ربطة تاع سلك ولا ربطة تاع معنوس. مناش هذا من الماء نسقوا من 15 يوم، ونسقوا من 14 يوم، ونسقوا من 20، ونسقوا من شهر، هاي هذا صعب من الماء. وزيد الابيار كل طايح، توا ثم في توزه ثم اربع بيار اظن الساعه الكل طايحين، الساعه طاحوا من عام ناول ورد الساعه، ثم بير خدم معاهم واحد وطاح، ثم بير ثم قاسم المطاع، ثم بير نتاع اصبخ سيدي بنيامين طاح، هذا كبير سيدي سليمان طايح، هذا كبير بير بوليفه طايح، هذون الكل طايحين. جر عباس كل تعب، وجر الوسط الكاكا وبركه، وجر البركه كل تعب. التوزيع منين كنا قبل كانت الوديان، كان الماء كل يصب تاع البيار، كان يصب في الواد، والواد كان عنده توزيع. التوزيع هذاك كل واحد عنده مساق وعنده نوبة وعنده المستحقات نتاعه، كان موجود. تو كي تعمل في القنوات هذه دمرت البلاد الكل، من الاستغلال تاع الناس، ثم ناس تستغل في المياه، وثم ناس تعبة، القوي ياكل الضعيف، والضعيف قاعد هو اللي في العفس، منها الخماس ومنها الملاك الصغار هذونا، اللي تعبين. تو واحد تلقى عنده يجي ساعة عنده ساعتين ماء، واحد ثلاث صوايع، واحد أربع صوايع، أنت 15 و20 و30 و30 وكل هذول باركين، ما يخلصوش، ودكين على الصغار، توا هيا الصغار الكل تلقاهم مخلصين، والكبار الكل مش مخلصين. سوء التصرف من الجمعيات، من اللي بدات الجمعيات، هي لها تو لها اللي منها هي تو، لها يلزم الجمعيات هذه الكل تنح وترجع المياه، ترجع لكل الفلاح. ترجع للدولة، الدولة باش كل واحد اللي عنده حق يمشي ثم باب برا نتاع الدولة، يلزم الباب هذا الناس كل تتجاهل، هذا هو وشي. أما الناس كل راهي متضرة. اللي قلت عمل ما لقوش فيه الماء. والله. يعني عامل ملف باش نعمل واحد آخر. آه. واحد آخر باش نبدا. جبت له موتور. علاقة بين الفلاح والمجامع المائية لابد أن تكون علاقة تعاون، وعلاقة تفاهم وتنسيق على أساس المصلحة العامة، والابتعاد عن المصالح منها الشخصية والمحاباة، خاصة في عملية توزيع منها المياه. مش واحد منها غابت يظل عندها الماء أكثر من اللازم، والأخر يظل منها عطشان والنخيل متاعها وغراساته ومنها وفلاحته منها ميت. علاقة تعاون، علاقة انسجام، علاقة تفاهم، وعلاقة كل طرف يقوم بواجبه على الوجه الأكمل. المهندس مقيد تايفين في الثانية، وتو هما نقطع ولدوا عطونا 20 في الثانية، ولا ناخذ في الصوار الماء والجار ما عادش مخلص، وما ولد عن 15 ولد عن 20 ولد عن شهر لنا بس.
وين في كتير نفس الوقت كان يعطونا في 30 في 2 حتقول يعطونا في 20 في 2 وساعة كان 3000 ولد ب5000 ما عادش واصلين هنا عاود نشي في شباب السوار ما عادش واصلين زاد ما عادش مخلص تو هذا يا خويا من غراء العطش النخلة ذي أمس طلعنا لها بربع من الناس طاحت به زوز في السبيطار وزوز مساكين في حواش هذا مناش من ضراء العطش والإقام الناس تفتش كان يجي النخلة ظل يتعصر في روحها من العام العام يهز السورداس أما لا ويتعد لا يجروا لا يفتشوا لا يقول لك هاو نجروا على ماء لا حد شيء النخلة ذي في الشهرين في الشهرين كي توصل لها حلق ماء راهي مرأة وزيد النخلة ذينا طلعوا لا ضمانات هو كل اللي طاحوا وضونا لا عصيرون حتى في مني ولا لا يرحم والديه اللي نحوله في التمر قام باع معهم بالواجب وخلص لهم السبيطار وخذ لهم شوية الدواء أما ومن باع هاي أنا نقطوا ما هذا عطانا في مدن ولا لا يخلصوا الدن وكي نظلوا نذكروا فيه إن درى ملاك هيعمل لنا سيرونس عن نخلصوا في جرته لا قدر الله ميات عايشة سقاط لا شهرية لا حد شيء نظلوا ما بين هواء وسماء لا كيفاش يقولوا فيها لا عندنا لا سيرونس لا حل يشوفونا حل ما عادش النخلة ذي الناس كلها تهرب منها النخلة ذي أنا خلي بصفة حامة واللي تحت الكروس واللي تحت الكروس موجود الفساد والرشوة وكل شيء موجود جميع الأنواع اللي تنيها في خاطرك كل موجودة الفساد والرشوة وقلة الإقامة وقلة الماء ما ثم حد شيء موجود الدنيا كلها على بعضها خالية علاقتنا مع الجمعيات مش باهية لازم يوقفوا شوي ويلزم يحسنوا الوضعية بومبيس يعطوا 10,000 يقول ما يعود في داره راقد مش معقولك يلزم البلاد هذين يقفولها يبدوا يقدوا جمعيات أخرين جدد يكونوا واقفين يلزم هكا في البلاد هذي تعب ياسر وبير يحب العام وقتاش يجي وواحد قوي له الماء وواحد ضعف له الماء مش معقول يلزم البلاد هذي توقف ويلزم الجمعيات هذوما يتحاولوا يبدلوهم ولا يعملوا لهم حل مش معقول هيك تعبت ياسر البلاد وهملت انا بير بي انا تاع زاود بوليف خدم مع مين وطاح امبام معناها كيفاش يطيح امبام وما يوصلوش للمندوب ويسمعش بيه اصلا انا ما هي قايمه بالواجب نتاعها عندنا بير سيد سليمان زاد كيف عنده 3 شهور تو هيك معناها الجر نتاع عطشان ماهوش وصل له الماء اللي حبوا يعطوه من البيار الاخرى ولا حبوا يقولوا له البير نتاعه أنا الجمعيات هذه معناها مش قائمة بواجبها أصل ماهيش قائمة بواجبها والفلاحة قاعدة معناها الجودة نتاع التمر قاعدة جاية رقيقة والفلاحة معناها قاعدة تتكلم في البومبستية والبومبستية ما هي قائمة بواجبها مرة واحدة ساعات يهزوا عليها ساعات ما يهزوش عليها والفلاح قاعد تعب في أكثر ما يمكن في الواحة القديمة هذه ثم جمعيات مائية والجمعيات الكل بصفة عامة في الجنوب الكل هيك وفي الجريد بصفة عامة هي اللي ما هياش قاعدة توزع في الماء توزيع كامل وتوزيع صالح للواحات القديمة الساعة بصفة خاصة الماء ما فيش تعديل خلاص السرقة موجودة الابيار طايحة أمبان معناها أمبقاي معناها ما تديش عليها بالخمستاش 20 بير تلقاهم طايحين مرة واحدة ولا من يفتش عليهم لا رئيس الجمعية ولا من المال ولا اللجنة نتاع الهيئة نتاع الجمعية الكل هيك ما هامل كاكا قاعد خازن في الأرض ونخل ميت وعطشان وش خلاها الجودة نتاع التمر ما عادتش تصلح خلاص والنقص نتاع الكمية نتاع الكونتيتي نتاع الغلة